ناشئين نادي الشمس، وطلعت من نادي الشمس جيت هنا الأهلي حوالي 2008. قعدت مع الأهلي حوالي 10 سنين. في الأهلي أول ما جيت كنت جاية على بطولة أفريقية، البطولة دي أنا من عمري ما هنساها، يعني أنا خدنا فيها أول أفريقيا. بعدين بدأت بقى البطولات كلها مع الأهلي. أنا كنت مصنفة عالميا أصلا 11 عالم بيست بلوكر يعني. طبعا ده كان قبل ما اجي الاهلي، وبعدين لما جيت الاهلي فبدات احسن بلوك واحسن لعيبه شويه واحسن بلوك شويه. علاقتي بالنادي الاهلي من هو انت عارفه في حاجات كده من جواكي بتبقى من وانت صغيره ملهاش علاقه خالص باللعب انت كنت بتلعبي ولا لا. فمن وانا صغيره وانا بابا انا اهلاويه من غير حاجه، يعني ملهاش علاقه خالص انا كنت بلعب في الاهلي ولا لا. فطبعا لما جيت بقى النادي الاهلي ده كان حاجه، ده كان شعور تاني خالص، انتماء تاني خالص، انتمائك وانت مشجعه حاجه وانت بتلعبي حاجه تانيه. بصي انت وانت مشجعه بتبصي للحاجه من بره، لكن وانت بتلعبي بتبقي مسؤوليه عليكي، فده طبعا دي حاجه تانيه خالص. دي احساس ان لا ما ينفعش اخسر، ما ينفعش ان انا اسم النادي يتهز، صوره النادي تتهز، لا انت حاجه المفروض كبيره، نادي كبير، اسم كبير، لا طبعا دي حاجه تانيه خالص غير اللي انت كنت لاعيبه صغيره واللي انت مشجعه من بره. دي حاجه ودي حاجه تانيه. اقرب بطوله لقلبي اللي هي كانت بطوله افريقيا اول ما جيت النادي الاهلي دي، عشان دي كانت انا كنت داخله النادي الاهلي على بطوله افريقيه، فكانت بالنسبه لي يعني حاجه مش سهله، وبطوله افريقيه كانت جامده جدا، واللي احنا ناخد مركز اول وانا اول بطوله ليا في الاهلي كانت بطوله افريقيا. دي كانت بالنسبه لي دي طبعا دي احلى، يعني دي من احسن البطولات اللي انا خدتها مع النادي. يعني جيلنا ده جيل ما يتعوضش. انا مش عايزه انسى اسم حد، بس يسرى عبد الكريم، منى عدلي، تهاني توسن، شريهان. طبعا شريهان دي يعني شريهان سني واحنا كنا طول عمرنا مع بعض. الناس دي كلها ناس ما تتعوضش، يعني ناس من الناس اللعيبه التقال قوي اللي خبرتها عاليه، وسارة طلعت طبعا ناس خبرتها جامده وتقيله، وكانوا في الملعب معاكي ما تحسي ان احنا كلنا واحد، مش فارقه مين فين ازاي بنلعب ايه، احنا هدفنا واحد وكلنا بنوصل لحاجه واحده. فبجد الناس دي الناس كانت من الناس التقال اللي انا يعني اعتقد ان الفولي خسرهم كتير. يعني انا بوجه رساله لجمهور النادي الاهلي، ده اعظم جمهور بجد في القاره الافريقيه، سند اللعيبه وظهرهم هم. احنا لما بنلعب بطوله او بنلعب ماتشات والجمهور في ظهرنا او واقف معانا بيبقى الاداء مختلف خالص واحنا بنلعب لوحدنا. بطولاتنا في الأهلي لما بتبقى بطولة في الأهلي بيبقى هم أساس مكسب كبير وعامل كبير قوي على المكسب بتاعتنا. الجمهور ده جمهور عظيم ولازم يفضلوا طول عمرهم في ظهر لعيبتهم. أنا بجد من الناس الفخورة جدا لما الجمهور بيجي وبيشجع فرقة النادي الأهلي، وخصوصا الفولي، لأن احنا كنا يمكن الأول السوشيال ميديا ما كانتش دايما مركزة على الألعاب الجماعية، كانت دايما مركزة على الكورة. لكن دلوقتي لما الدنيا بدأت تفتح شوية والألعاب بدأت تظهر على شاشة قناة الأهلي طبعا، فالدنيا بقت مختلفة خالص، والجمهور طول ما هو معانا بجد مش احنا ما بنبقاش قلقانين من أي حاجة، بنبقى عارفين اللي عامل مكسب كبير قوي ليهم وهم في ظهرنا يعني.